نعم للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية في ظل الوحدة الترابية للمغرب. إنه عنوان الرحلة التي يقوم بها الشابان من مدينة الجديدة إلى مدينة الداخلة للتحسيس بتفاعل الشباب مع مبادرة المغرب بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. اختارينا باش نكون انطلاقا إن شاء الله مدينة الجديدة مدينة الداخلة ونقطعوا 35 كيلومتر رمزا إلى المسيرة الخضراء 350 ألف. نحاول إن شاء الله نقطعوا 35 ألف كيلومتر نبينوا الناس وخارج المغرب وداخل المغرب من احنا مستعدين بنفوسنا نضحيو من اجل القضيه الاولى الا وهي الصحراء المغربيه. هذه الرحله كتدخل في اطار الدبلوماسيه الرياضيه اللي كتدعم الملف المغربي ودائما اللي هي قناه من القنوات اللي يمكن تسخيرها من طرف الدوله ومن طرف جميع الفعاليات المدنيه لدعم ملف الوحده الترابيه. الرحله انطلقت من الجديده وستنتهي في مدينه الداخله مرورا بعدد من المدن على غرار مراكش، أكادير، العيون، سمارة، بوجدور وأخيرا مدينة الداخلة. الرحلة من مدينة الجديدة إلى مدينة الداخلة فهي شعارها نعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية. بالنسبة للميساج اللي خصو يوصل هو التحسيس بمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية. قبل خذوا واحد البادرة اللي مشاو من الجديدة حتى لآسيا كيمثلوا الوطن ديالهم وكيمثلوا وكيعرفوا بالمغرب وبالصحراء بأنها مغربية. الشابان الرحلتان يرغبان من وراء رحلتهما فتح نقاش معمق حول مزايا الحكم الذاتي لسد الطريق على كل من يريد أن يستغل هذا النزاع المفتعل لأهداف شخصية ضيقة.